السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بتلاميذ المستوى الرابع. ستجدون في هذا الفيديو نموذج للفرض الثاني أو المراقبة المستمرة الثانية في الدورة الثانية. هذا الفرض مجموعة من التمارين اللي وجدوها أساتذة موجودة سيغ فيس. أنا اختاريت ما يناسب تلاميذي وراه يديك المسألة ديال أن 50% أو يكون في متناول الجميع، 75% يعني متوسطين، 25% هي اللي كتحدد الفرق ما بين التلاميذ. غادي نبداو هذا الفرض، غتلقاو فيه لا غرامير لا كونجوغيزون و لو تاغراف. بالنسبة ليكريتور درتها منفردة في ورقة مزدوجة. إذا هنا غتلقاو لا غرامير فيها ثلاثة تمارين. سوليني لي فخاز نيجاتيف، عندنا أربعة الجمل أفيرماتيف و نيجاتيف. التلميذ خصو يميز او يقلب فين هما لي فراز نيجاتيف ويسطر عليهم. بالنسبه للتمرين رقم 2، ترانسفورم لي فراز سويفونت اون فراز نيجاتيف. عندنا ثلاثه ديال لي فراز افيرماتيف وحنا خصنا نرجعو لي فراز نيجاتيف. اللي جا في الدرس كنكونوا شرحنا للتلاميذ بان التلميذ الا عرف الفيرب parmi دوك لي مو راه غادي يكون يعني نصف الإجابة. يعني إحنا راه شرحنا نو بارك نو أفون لو فيرب و با أبخي لو فيرب، نفس الشيء بالنسبة نو جامي نو بلو. بالنسبة لتمرين رقم 3 في لا غرامير، هاد التمرين إيكخي لو جونغ دي نو ماسكولان أو فيمينان. هنا باش غادي يعرفو التلميذ أباغتيغ من لادجيكتيف بوسيسيف اللي قبل من كل نو، مون ستيلو، سا فاليز، سا طابل، ما غوم، عفوا تا طابل، ما غوم، سون كارتابل، و لو جونغ غادي يكتبو تحت من كل نو. بالنسبة للكونجيكيزون، غولي، دومان، دومان نو. إذا شنو هما لو فيرب لي غادي يكون مع نو؟ أباغتيغ مناش غادي نعرفوهم؟ من لي تيرمينيزون. إذا هاد لو فيرب كيكملنا بأو زيد، واش أو زيد هما لي تيرمينيزون نو؟ هادا أ، أو هنا أو إن إس، وهنا E N T. إن أبارتير من الترمينيزون ديال الفيرب راه يمكنني نعرف أين جملة غادي نصلها مع الجزء الأول ديالها فين هو. بالنسبة ليكزارسيس نيميرو 2 في الكونجيكازون، كومبليت سي فراز افيك لو برونون بيرسونيل كونفينابل. وما خليتهاش فاغ للتلامل، يعني حددت لهم غير ثلاثة ديال لي برونون، في نفس الوقت عندي ثلاثة ديال الفراغات. إذا التمرين بسيط حتى هو غادي يعتمد على لو فيرب افون. واش كنقولو جو افون، واش كنقولو نو زافون، ولا كنقولو فو زافون. يعني راه التلميذ غادي يكون عارف ديجا هاد لي فيرب، ديجا خدمنا بيهم، ديجا عرفنا. بالنسبه للتمرين الاخير بالنسبه للكونجيكازون، ما لي فيرب اونتر بارونتيز او باسي كومبوزي. عندنا لو فيرب فيزيتي وعندنا ريغاردي، بجوج سو سون دي فيرب دو بروميي غروب. في الدرس كنا شرحنا كيفاش كنلقاو لو بارتيسيپ باسي ديال لي فيرب دو بروميي غروب و الدوزيام جروب. اما التخوازيام جروب راهم ما عندهمش قاعده معينه، هنا جو وهنا ايار نو. بالنسبه لاخر بارتي كاينه في الفرض هي لورتوغراف، ثلاثه ديال لي زيكزيرسيس. جو بار لانترو دون شاك ليست، وشطبوا على الداخل في كل لائحه. هاد الثمان بحالهم ممكنين في الكتاب وبحال هاد الاسئله، يعني التلميذ راه معود عليهم. اذا لا ليست الاولى هي ا، يعني غارديان اورانج غوف خباك. ما يمكنليش نقرا التلاميذ في القسم حيت الا قريت راه عطيتهم الاجابه. اذا لانتري هنا بحال هي اورانج، عندي ثلاثه ديال لي ليست. بالنسبه للتمرين الثاني في لورتوغراف، جو كومبليت لي نو افيك اور اوز ريس. بحال هنا لا شونتور، واش كنقولوا لا شونتور ولا لا شونتوز ولا لا شونتريس؟ رد البال راه عندنا لا، اذا سي ان نو فيمين. عندنا عاوتاني نفس الشيء، سيت، واش كنقولوا سيت كونديكتور ولا كونديكتيوتوز ولا كونديكتريس؟ نفس الشيء هنا، ان فواياجور ولا ان فواياجوز ولا ان فواياجيريس. بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 3، اكري سينو او بلوريال. عندنا لا فوري، لا دوفيان لي، او فوري اون فا اجوتي اس. عندنا ان فواياجور، عندنا ان شابو. دابا غادي نعطي لي ريبونس ديال هاد التمارين. سوليني لي فراز نيجاتيف قبل ما نعطي الاجوبه. اللي بغى هذا يتيري للابن ديالو يخدم فيه، او للاستاذ بغى يستعملو يخلي الجمايل ديالو كوم يعني تعليق تحت الفيديو، غادي نصيفطو له. الناس اللي خلات لي يعني البريد ديالها البارح انا غادي نسالي في الفيديو، غادي نصيفط لكم. بالنسبه للرياضيات، اذا لي فراز نيجاتيف في هذا التمرين هما جوج، عندنا هي الجمله الثانيه والجمله الرابعه. اذا جو نو ليس
pas les ordures dans la forêt. علاش حيت عندنا هاد لي مو دو نيغاسيون عندنا نو عندنا با. Ne mets jamais le feu aux arbres. Nous jamais. Et dans deux mots, je vais les rendre très longs. Jaja ou Raba. Ou la Tania ou Raba. بالنسبة l'exercice numéro 2. Elle pleuvra demain. Alors elle ne pleuvra pas demain. Nefshi بالنسبة لنا. Je n'aime pas les fraises. Ou la je n'aime plus les fraises. Nefshi بالنسبة للجملة الثالثة. فين هو le verbe? Ouais. Et dans le sens de ne avant, il n'est pas interdit de. On commence la phrase à dire, par exemple, qu'on fait ceci, mais regardez qu'on fait ceci aussi là. بالنسبة l'exercice numéro 3, mon stylo masculin, sa valise féminin, ta table féminin, ma gomme féminin, mon cartable, son cartable masculin. تمرين الأول في الكونجيغيزون غولي يعني أصل الجملة الأولى demain nous planterons des arbres. Est-ce que vous avez visité la ville? Le gardien forestier transportera l'animal. Et ils disent toujours merci. بالنسبة للتمرين الثاني إذا الفراغ الأول غادي نكتبو فيه نو علاش لأن عندنا نو زافون الفراغ الثاني vous jouez والفراغ الثالث je finirai راه à partir من لي تيرمينوز غادي يبانو لي شنو هما لي برونوم بيرسونيل اللي غادي ندير بالنسبة لنا je mets les verbes entre parenthèses j'ai visité nous avons regardé avec e accent à la fin. بالنسبة للأورتوغراف داخل في الجملة الأولى عرفناه هو أورانج بالنسبة للائحة الثانية مانجي جيلي جيمناست غوتي باغ إذن الداخل هو غوتي بالنسبة للليست الثالثة غاري روج غاليت غيدون لانغ إذن الداخل هي روج بالنسبة للتمرين الثاني جو كومبليت لي نون La chanteuse, يعني هنا غادي نديرو اوز. سيت كونديكتريس, يعني ريس هنا. ابن بطوطة اي ان فواياجور. سو ناجور. إذن هنا اوز, ريس, اور. آخر تمرين. La forêt devient les forêts. لي, غادي نزيدو اس في الآخر الكلمة. Un voyageur, des voyageurs. Avec اس à la fin. Un chapeau, 10 chapeaux, ou هنا غادي نزيدو X. حد موفق لجميع التلاميذ المقبلين على الامتحانات. ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو مع الأصدقاء ديالكم اللي تعم الفائدة. بالنسبة للدروس اللي مازال ما توضعتش في القناة غادي نوضحهم إن شاء الله.